اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. اغنيه جميله جدا يا باشمهندس يا استاذ محرم. جميله جدا عجبتكم؟ شدتنا شده جامده. كلمات ايمن بهجت قمر اهلاوي عتيد يعني. ايمن اهلاوي معبر. لا كلمات واخد جميله وبعدين واخد الشعار ومترجمه. عبقريه في الاداء فعلا يا استاذ محرم. لا في نشيد جامد على التاريخ، نشيد جامد بتاع فكري باشا باظه. هو النشيد اللي عمله مخصوص في قوم يا اهلي. اليوبيل الذهبي. اليوبيل الذهبي سنه 1957. ما هو من 50 سنه و7. أيوه. 1957 كنا احتفلنا باليوبيل الذهبي. 1957. عمل نشيد قوم يا اهلي. قوم يا اهلي شوف رجالك يعني حافظها مش حافظها قوي. كان فكري الاستاذ فكري عوازة هو كتير. احنا بنزحها احنا على طول. المهم يعني واعتقد ان اليوبيل الذهبي انا حضرته. ما انا كمان قصه ان انا احضر اليوبيل الذهبي في الملعب اللي انا كنت بحكي عليه. لما لابسين كلنا حوالي 3000 واحد في الارض الملعب. الولاد النادي الولاد الاعضاء كلهم. لابسينهم تريننج سوت شيك احمر. وبالصدفه ان التريننج سوت ده معمول من القماش. طيب. الجميل. طيب عشان هنكمل في النقط دي كلها، ولكن معانا احد النجوم الحقيقه البارد اهلاوي يعني اهلاوي من الاهلاويه الجامدين جدا جدا جدا. وامبارح عمل حاجه واغنيه كانت رائعه الحقيقه. الكل يعني الاغنيه ترند الحقيقه على تويتر من امبارح من وقت ما غنتها واما واحمد سعد ورامي جمال لغايه دلوقتي الحقيقه الاغنيه دي ترند. يا نجم منور يا نور منور على كل حبايبنا الحلوين. ازيك يا حبيبي؟ الكبار الموجودين كابتن اسلام وكابتن محارب وكابتن عدلي يعني رموز الكبار بتوع النادي. لا ما تدخلنيش انا في لا دول رموز. دول بقالهم لا ربنا يديهم الصحه يعني. في الحفله كل واحد رمز في لا انتوا ما ينفعش نقرب منكم. اتفضل. انا عايز اقول لك احنا في الحفله امبارح كابتن محرم وجود وكابتن عدلي طبعا شرف لينا ان احنا نغني قدامهم. عايز اقول لك دولت يعني هم متربين على الانتماء عشان النادي، فاحنا بنحبهم جدا. كان شرف لينا ان احنا نقدم قدامهم في الجنب يعني احنا سعداء جدا جدا جدا. وبسم الله ما شاء الله الاغنيه رايحه في حته بعيده جدا جدا. هل كنت انا عايز اقول لك برضو خد بالك انا برضو في حدث انا جالي كميه مسج وحاجات من امريكا والارجنتين وكل بلاد اوروبا على الاحتفاليه نفسها. كانت حاجه ضخمه 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 يعني خضت لها. عايز اقول لك انا احنا ترند بقى من بقى لنا 24 ساعه. ما انا لسه بقول الاغنيه والحفله. وعايز اقول لك مسجز وحاجات من جميع بلاد العالم عندي على انستجرام وعلى فيسبوك وكده على الحفله والاحتفاليه. الاغنيه حدث كبير. حاجه جميله الحقيقه. الاغنيه كلامها حلو جدا. وانتوا بصراحه وانت يا نور يعني قدمت الاغنيه بشكل رائع جدا جدا انت وكل النجوم اللي كانوا موجودين الحقيقه. الحمد لله الاغنيه قدمت بشكل حلو. هي كلمات ايمن بهجت قمر والشكل اتعمل بشكل حلو. وبعدين اول ما كلمونا النادي الاهلي كلنا جرينا عشان نعملها، واحنا حابين نشارك في حاجه زي دي وشرف لينا. يعني عايز اقول لك اهلاوي من بتوع المتعصبين. لا نور فظيع بسم الله ما شاء الله. لا واحمد يا خبر عارف لما ان انت حاجه دي سيره منطقتك او الشارع اللي انت فيه. يعني فانا بالنسبه لي دي منطقتي وبيتي من وانا صغير واهلي كلهم اهلاويه. فانا بالنسبه لي الاهلي انا بحبه فيه. انا فاهم حب سعيد ان انا قاعد قدام الرجل كابتن عجلي وكابتن محرم ومبسوط ان انا شايفهم يعني شايفهم قدامي كده اهوت طبعا اتفرج عليهم في التلفزيون ومتابع اخبارهم من وانا صغير. فاحنا كلنا بحس ان احنا بنكمل بعض. ايوه يعني هو كيان كبير كل كيان كل حاجه فيه بتكمل الثاني. فسعيد جدا بالمشاركه. الفكره الاغنيه بدات ازاي؟ يعني فكرتوا فيها مع بعض ازاي وهشام وعملتوا الفكره ازاي والكلام؟ هشام جمال اهلاوي جدا طبعا. هو كلمنا قال لنا يا نور عايزين نعمل قال لي انت معانا قلت له مع في اي حد يعني ان احنا نسجل دلوقتي اللي انت عاوزه بالشكل اللي انت عاوزه. فهو عرض علينا الغنوة جميله جدا وكلنا رحبنا الحقيقه. يعني عايز اقول لك ان بعد ما احنا غنينا في ناس كتير اهلاويه كانوا عايزين يشاركوا. خلاص الغنوة هي 4 دقايق. كله اتكلم طب معلش طب احنا في فرصه ان احنا والله ما كانتش فيه لان هي خلاص الغنوة خلصت واتقفلت ونزلت بالشكل ده. عايز اقول لك مصر كلها اهلاويه يعني الحمد لله. الحمد لله طبعا يعني للجزء الاغلب 70 80 مليون اهلاوي يعني في مصر كلها. مهندس عدلي والاستاذ محرم عايزين يقولوا لك برضو
يعني قد ايه كانوا مبسوطين؟ اتفضل يا استاذ محرم. الاغنيه تعليق الاغنيه لا 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 الحقيقه يعني رفعت راسنا فوق فوق فوق، وده وسام على صدور الاهلاويه كلها ان احنا نسمع هذا الكلام. والله احنا شرف لينا ان احنا بس بنكلمك في مكالمة والله، يعني على المجهود انت عملته والسنين. لا لا, لا, لا انتوا عملتوا وعملتوا حاجه جميله ومتعتونا بالدقائق الصغيره دول، لكن احنا الحقيقه احنا بنشكرك على الاداء، المجموعه كلها بنشكرك، يعني انتوا متعتونا، واكيد يعني جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي اكيد سعداء بهذا النشيد الجديد. اتفضل. هو وانا بتابع عنده بشكرك على المجهود الكبير والسنين الكتيره والتعب اللي عملته عشان النادي يوصل للمكان اللي وصل. هو مهندس عادل الكايه برضه هيقول لك على حاجه. هو الاستاذ محمد يعني نور طبعا. محمد نور طبعا انا التقيته في شرم الشيخ مره. كان بيغني هناك وعرفت انه اهلاوي. بس انت تشعر بالشغف من ال من ال من الطله من الهله من الابتهاج من نقلوا لنا هذا الدفء، وهم بيغنوا كلام لواحد عاشق للنادي الاهلي مظبوط استاذ ايمن بهجت قمر، لكن هو ذكر في النص، وهنا لازم نشكر الفنان هشام جمال طبعا لان انت عارف ان اللي ملحن دي هشام جمال. حاول يا يعني شباب تجيبوا لنا هشام يعني بقى. هو غنى ولحن وانتج، وكل الحفله دي هديه للنادي الاهلي من هشام جمال. الحقيقه ما هي دي النقطه اللي لازم انا اقولها يا نور برضو، ان كلكم الحقيقه متواجدين او غنيتوا الاغنيه دي حبا في النادي الاهلي وفي جمهوره. لا ده احنا عايزين وانت تحديدا يعني وفهم يعني مثلا لما تشوف الكابتن عدلي دلوقتي السنين اللي عملها والمجهود اللي عمله وقد ايه النادي وصل ليه، اقل مشاركه احنا نقدر نشارك، احنا ما شفناش بربع في المية من اللي انتوا عملتوه. يعني عايز اقول لك النادي ده يعني انتوا بنيتوه على كتافكم ووصل للمكانه دي ومجهودكم وكده اهوت، فدي مشاركه يعني تعتبر ما تجيش 1%، واحنا شرف لينا طبعا. يعني احنا سعداء جدا جدا جدا، وانا الحقيقه عايز اقول لك يا نور ان انا جالي كميه مسجز امبارح، لان طبعا الحفله كلها كانت منقوله حصريا على شاشه قناه الاهلي، فجالي كميه مسجز امبارح على الاغنيه وعلى شكل الحفله وشكل الاداء بتاعكم، وان انتوا زي ما المهندس عدلي والكابتن محرم بيتكلموا بيقولوا ان انتوا يعني احنا عارفين ان انتوا اللي طالعين دول اهلاويه وبيحبوا النادي الاهلي جدا، فالموضوع واصل للجمهور بكل حقيقي الاشكال الرائعه حقيقي الحقيقه حقيقي. فدي كانت بالنسبة لنا الناس سعيدة جدا ومبسوطة جدا بالأغنية دي، فأنا بشكرك جدا جدا يا نور. هو قبل ما تشكره أنا ليا طلب منه من الفنانين الأهلاوية الحقيقة اللي هم بيبقى أحيانا يعني مش مستخبيين مش مهتمين أو مش منشغلين. لا أنتوا رموز، أنتوا طبعا يعني طلتكم وكلامكم عن النادي الاهلي ملهم لعشرات والملايين من الناس اللي بتحب الاهلي مش عارفه تعبر زيكم، انتوا القوه الناعمه اللي النادي الاهلي بيفخر. وسام على صدري والله، انا على الكلام الكبير ده والله وسام على صدري. فنتمنى التواصل الفني مع النادي الاهلي. بس انا عايز اقول لك حاجه يا باشمهندس نور، تحديدا في اي حته ما انا بشوفه كتير. لا انا بشوفه كتير نور في يعني في حفلات في بتاع، لا بيعلنها وبيقول انا راجل اهلاوي وبحب الاهلي وما يعني انا اقصد ان الاعمال اللي زي دي شوف عمل بسيط في اقل من 5 دقائق عمل ايه، عمل حاله مزبوط. انت بتقول عمل حاله الاهلي يستحق مزبوط ان يخلد بالفن ويخلد بالرياضه ويخلد بالادب ويخلد بالرموز ويخلد كل تاريخه يتقدم ولا يسمح لاحد ان يشوه هذا التاريخ. طبعا انا بشكرك جدا جدا يا محمد. اخيرا لو عايز تقول اي حاجه لجمهور النادي الاهلي من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي انا واحد من ضمن الملايين الموجوده، مبسوط جدا جدا ان انا موجود في مكالمه فيها كابتن محرم وكابتن عدلي، دول احنا اتربينا على الادب بتاعهم وتاريخهم في الجيل النادي اعمدته كنتوا مسؤولين عن بنايتها، مبسوط جدا ان انا معاكم في اي حاجه للنادي الاهلي تكلمونا بس هتلاقونا في ثانيه قدامكم. انا بشكرك جدا جدا بالنيابه عن 70 80 مليون اهلاوي، بنشكركم جميعا الحقيقه نور على هذا الاداء الرائع وهذه الاغنيه الرائعه والاحساس اللي وصل لكل اهلاوي سمع الاغنيه دي. انا بشكرك جدا يا محمد على وجودك معانا. شكرا يا نجم. في المزيد من النجاح والتفوق دايما مكسرين الدنيا حبيبي، ربنا يخليك، متشكر جدا يا نجم الحقيقه.
محمد تحديدا كمان اهلاوي من قلبه يا كابتن محرم، يعني انت مش متخيل، انا بشوف اصله في حتت يعني بنتقابل كتير، فمحمد من الناس اللي يعني احتكيت باحمد كمان، احمد فهمي طبعا طبعا فهمي احمد. فهمي برضو من الناس، واحمد فهمي الممثل غير احمد فهمي طبعا الممثل، ما هو ده ممثل ومقدم برامج وملحن وفهمي ومطرب. فهمي اللي كان بيغني امبارح ناجح في كل حاجه بيعملها بسم الله ما شاء الله الحقيقه، واحمد فهمي بقى اللي هو الممثل الجميل المشاغب ده قصه ثانيه ان شاء الله قريب يبقى موجود معانا. والله التواصل الفني الرياضي ده يعمل حيويه ويعمل افكار لبرامج. لا وزي ما البيت الكبير بتاعك ده يحتضن. طيب